السلام ورحمة الله وبركاته في فيديو اسطوري. طيب اللي يعرف يعرف سلاح المفضل سلاح ابو نحله. ايوه سلاح ابو نحله. اليوم واخيرا اخذت الرادار، راح اجرب معكم الرادار تركيبات الشركه، ما راح اسوي عليه اي تعديلات ولا اضافات ولا شيء عشان ما اطول عليكم. ادخل على المشاهدات، ركز معي، ركز على هذا الاسطوره الرادار. الرادار يه يه يه. امس اخذت الرادار واليوم راح العب بالرادار واجرب بالسلاح الاسطوري سلاح ابو نحله. ركز عزيزي المشاهد، صار ذهبي. لا يا حبيبي لا تعال يا رادار تعال. حلو جاهز. شوف يا شباب، والله ان دي تركيبات الشركه ما ضفت فيها اي شيء ولا سويت فيها اي حاجه. تركيبات الشركه مثل ما هي، ما غيرت فيها اي شيء، عشان كذا راح اجرب جيم بالسلاح ابو نحله تركيبات الرادار او سلاح الرادار اخو ابو نحله. ويلا لايك شير سبسكرايب، خلونا نبدا. طيب شوفوا مثل ما تشوفوا ابو نحله بتركيبات الشركه، اوكي خلونا نجرب. يا جماعه السكوب هذا احس مدري كيف. لا يا حبيبي لا ابو نحله. اوكي دبل كفو. بس يا جماعه ابو نحله صار ما ادري زفت. ابعد يا شباب. ابو نحله الشركه خربت ابو نحله. بس اوكي راح اغير التركيبات. اوكي جماعه ابو نحله لا الشركه خربت ابو نحله. انتبعنا. ياي ليش ضعف السلاح؟ تا حبيبي رصاصة واحدة تموت. تا يا جماعة ابو نحلة يقتل برصاصتين عشان يقتل ابو نحلة. ليش؟ واي اوكي المشكلة ليش السنايبر يقتل برصاصتين كذا رصاصة؟ علمهم يا ابو نحلة علم. بس ودي كذا ما شاء ولا واحدة يا جماعة. صرت خلاص اكره ابو نحلة بعد هذا سلاح سكن. لا يا جماعة وش ذا؟ وش الزفت ذا؟ وش ايش التركيبات الشركة الزفت هذه؟ لا امزحته حتى فتح ال حبيبي كذا ابو نحلة كذا ابو نحلة حقنا. تعال لا امزح يا جماعة وش ذا شباب؟ لا البرق لا والله العظيم انه تشوه السلاح، والله العظيم ان السلاح تشوه يا شباب. شوف رصاصة ما مات. ابعد يا كلب ابعد. طيب شباب السلاح ليش كذا؟ ايوه لا حبيبي يا اخي خلاص سلاح تشوه، والله ان السلاح تشوه بالتركيبات دي. وش ايش التركيبات السيئه دي؟ كذا السلاح الاسطوري. تعال لا ايوه كذا تعال وينه؟ والله ما شفته. انا سنايبر تعال تعال لا حبيبي يا اخي وينه؟ شباب رصاص دقيقة رصاصتي مسافة بعيدة قريبة، يعني لو مسافة بعيدة يمكن 50 رصاصة عشان تموت البنت ذي. تعال إذا فيك الخير تعالي أو لا أنت تعال. يا أخي أوكي صح أبو نحلة تغير. لا تعالي هيتشوت سحبوا نحلة تغير بس برضو حلو. توكل يلا سري دقيقة منور تعال لا يوه. كيف ما مات؟ كيف فينا ناس شباب رصاص؟ دقيقة عمرك شفت سنايبر يموت برصاص كذا رصاصة واحدة تكفي؟ رصاصة واحدة تكفي ليش؟ لأن السنايبر خلاص يا جماعة افهموها. ايوه والله ما ادري كيف جبت الكل هذا. والله ما ادري كيف جبت الكل، بس المهم انه جاني كل اسطوري.
تعال تعال. لا 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 ادفنز ادفنز. يي وقف وقف. وقفوا. دقيقة دقيقة. وش صار؟ والله ما شوف النتيجة، والله النتيجة خرافية يا شباب، نتيجة أسطورية.